بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العلي العظيم. كانت العتبات المقدسة في العراق وما زالت مبادرة للخير حيثما سعى الخيرون إليه، وكانت للعتبة العباسية المقدسة نصيب كبير من ذلك في العراق، خادمة للناس ومساعدة لهم في كل الأزمات التي مرت بهم سابقا، سواء التي نتجت بسبب جائحة كورونا أو ما سبقها من تهجير بسبب الإرهاب أو خلال معارك التحرير، بلا تفرقة بسبب عرق أو لون أو انتماء، وذلك جزء من رسالتها الإنسانية في بناء الإنسان. ونحن اليوم أمام محنة الزلزال الشديد الذي ضرب أخيراً مناطق واسعة من أراضي دول الجوار، وأسفر عن أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين، وخسائر مادية هائلة في المساكن والبنى التحتية. نعيش في كارثة إنسانية قل نظيرها في العصر الأخير، كما أشار بيان المرجعية الدينية العليا حولها. وتعيش إدارة العتبة العباسية المقدسة كما هو ديدنها هم إعانة المنكوبين وإغاثتهم، وها هي قوافل الخير تنطلق من العتبة العباسية المقدسة بتوجيه مباشر من متوليها الشرعي سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه، محملة بشتى صنوف المساعدة على الصعد الغذائية والخدمية، لتستجيب لنداء الإنسانية التي تجمع البشر، ولتلبي نداء المرجعية حول الكارثة، والتي طالبت بتوفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين في أسرع وقت. كما لا يخفى أن العراقيين كانوا أخوة نجدة وشهامة ونخوة، إذ ضرب العراقي في تاريخه كله أمثالاً طيبة في التخلي عن شح النفوس، فوهب ما يملك لأخيه، بل اقترض أحياناً ووهب لأخيه. ونحن إذ نقدم ذلك إنما نبعث رسائل في التراحم والتعاطف والتعاون والأخوة الإنسانية الحقيقية، عسى أن يتقبلها الله تعالى بقبول حسن. نسأل الله العلي القدير أن يدفع البلاء عن الجميع وينعم عليهم بالخير والسلام، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. كربلاء المقدسة، العتبة العباسية المقدسة، 28 من شهر رجب الأصب 1444 هجرية، الموافق 20/2/2023. بسم الله الرحمن الرحيم. ستسير هذه الرحلة القافلة المباركة ب76 عجلة بمختلف الأنواع والأحجام. ستكون المواد كالتالي: 1102 طن من المواد الغذائية، 8 طن من المواد الطبية، 158 طن من الملابس، 228 طن من المفروشات والأغطية، 20 طن من اللحوم، 20,000 لتر من الماء، 108,000 طن من الوقود، بالإضافة إلى مفرزتين طبيتين بمجموع 220 مسعف، 25 خيمة. هذه المواد اللي عرضناها بخدمتكم، وكما تفضل السيد الأمين، هذا ليس بالجديد على العتبة العباسية المقدسة، فإنها سباقة بعمل الخير وتقديم المساعدات والمعونات كما ذكر في فترة كورونا، وكذلك في فترة النازحين.
فكان لها الباع الأطول بتقديم المساعدات ومد يد العون للنازحين بتقديم آلاف الأطنان من المساعدات اللي ذكرناها والمشابهة لها. وقد تشرفنا بالتكليف هذا العمل في هذه الرحلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.